والإخوان، غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله المغرب غادي يلعب، المنتخب ديالنا غادي يلعب، القهاوي غادي نكونوا عامرين، عامرين من داك الشيء الرفاع. كان بغي نوصل واحد الميساج لمولين القهاوي، اتكيسوا شوية على الناس، راه ما عداش، راه كاينة الأزمة، لا تطلعوش الكونسوماسيون تال السماء، 30 درهم 40 درهم، مالكم؟ في غادين خليوه على 300، الله يهديكم اصاحبي. راه القضيه راه مزيره على كل شيء، ولكن ماشي دابا الموضوع. نحن الموضوع ديالنا هو ان شاء الله المغاربه يربحوا، ان شاء الله المنتخب ديالنا يتاهل. حق خاص نحن نفرحوا، المغاربه يفرحوا، اما الجمهور الكندي كاع علاش الدول دي يفرح؟ علاش؟ حيت هو اصلا عايش في كندا، حنا اللي عايشين في المغرب، خاصنا حنا اللي نفرحوا. ايوا حنا اللي خاصنا نحيحوا، وحنا اللي خاصنا ننشطوا. الاخوان ان شاء الله نتمنوا المغرب يربح. عرفتي اللي ربح المغرب غير تزهر القضيه. ايوا غادي ندوزو الربع الثاني، ياه الربع الثاني. المهم ان شاء الله الا ربح المغرب غادي نفرح انا. انا درك غادي نمشي للقهوه، شتي هاد الليله اللي انا كنصور فيها الفيديو وغادي نلوحو لكم دابا. دابا انا غادي نمشي للقهوه، غنبات في القهوه. هاي واخا هو الماتش غيبدا مع الربعه، تراني ما غنلقاش بلاص، حق مول انا ما نلقى بلاص، ترى القهوه غتكون عامر. شتي 10 ديال الصباح الدنيا مبلوكيه، اللي ياخذ كونسوماسيون في الصباح ما غيقدرش ينوض من الكرسي، غادي يبقى باش يعاود ياخذ الكونسوماسيون الثانيه باش يشد بها الكرسي. يا دو القالب اللي غيديروا المغاربه كاملين باش القهوه تكون عامره، بنادم ما يلقاش فين يريح. راه كارثه كبيره، كارثه كبيره كبيره كبيره. لا ولكن الحمد لله، الحمد لله المغاربه كاملين غاديين يحضروا، المغاربه كاملين غاديين يتفرجوا. دريات دراري يا مزيان، غا حاجه واحده انا دحلي ما هي اللي خاصني نجري على والديا، ما خاصهاش تكون معايا. او هي فين ما بغينا نتفرج في الكوره خاصها هي تجيني، عاد توقف عليا. بسم الله الرحمن الرحيم، عاد نقول لك حنايا هات انا باغي نتفرج، وراه عنده واحد تقويته راه خايبه، نتمناها ما تجيش تفرج. الا جات تفرجت ما حنا في خير، المغرب ما في خير، حتى شي واحد ما في خير. ولكن دابا انا خاصني نمشي نتفرج باش انا نسقي عويناتي فهمتيني، ونرتاح ونبدل الجو ونعيش على الله حاجات، ونفرح ونغني ونشطح وندير داك ونقول واي زقلوها، واي ربحوا، وي برافو عليهم، غيباركي سي سي سي، زقلها. وغنفرح، غنفرح، غنعيش لحظات، غنعيش سعادة. ولكن لا، حليق ما كانت حدايا غتقول لي راه يهدر، انت زقى، انت مالك؟ دابا تجي الكوفرة تقول لك شنو هي الكوفرة؟ يجي يديروا شونجمون يقول لك شنو هو شونجمون؟ نبدا نشرح حليق ما حيتي نتفرج، ما حيتي ندير الشرح، ندير الترجمة. علاش؟ وانا لا التمارة كاملة، والغريب في الأمر أن حليق ما تسكتش، ياك وحاضية معاك. تحب هي حاضية الكورة؟ لا حاضية أنا فين كنشوف. وي انا كنشوفها في التلفازه. لا هي خاصها تاكد واش انا كنشوف في التلفازه ولا ما كنشوفش في التلفازه، ولا كندور عينيه في جهه اخرى. ايوا الا ناضوا بنادم والدريات بداو كيغوتوا، خاصك حتى ما تغوتش حداهم، خاصك تخليك تقول لك ريح ريح ريح، حتى راك مزوج، ترى مرتك ما تما هبتي. الله يهديك، راه كوره خاصها نفرحوا بها. ودي لا ها نبقى مضارب انا مع حليقمة، واش انايا نضارب مع اللعابة ونقول لهم سير 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 سير، يعطيها لي يعطيها لي، تعرفوا فلا صاحبي ترى زقلت زقلت معلم، لقطها. مزيان، نضارب انا مع اللعابة ولا نضارب مع حليقمة نقول لها هني مزقل الارض، قلت شي انت مالك يا حليقمة خلينا نتفرجوا. نروح لا نوليو انا وحليقمة دايرين ثنائي تما كبروا الشعيبية، ملاقطين تما في قهوة، يلاه وقهوة دير 20 درهم ولا 30 درهم، كي غنديروا مع هاد حليق ما دير عبيلة وزيد أنايا ما يمكن ليش تجي معايا حليق ما. أول حاجة أنا اللي بغيت تجي حليق ما خاصها هي اللي تخلص عليا، ماشي أنا نخلص عليها، مالي نهبي نخلص أنا جوج ديال لي كونسوماسيون. علاش؟ على مالي أنايا إلا ربح المغرب غيدوروا معايا، غادي غير نفرح، ولكن ما خاصنيش أنا نخسر، أنا خاصني نتسلف مع حليق ما ولا ناخذ ليها ولا نشفر ليها. هضروا شويه لا تعاود تسمع، ترى مشكل يا سمعت، راه الا سمعتي راه ما عندي منها تريا. وفي الاخر تجي تعطيني تقول لي وخلص عليا، هاك حتى هو الراجل وحتى هو مول الدار. لا لا انا ما راجل ما مول الدار، سير عطيني بتيشا سيري بعدي مني. ونولي انا وياها خلص ما تخلص، وانا الحريره كامله. والمشكله ان حليقمة غير كيحط ليها السربا القهوه، اش كدير لها؟ جيب قهوه واحده اخرى، اشري فيها اشتري فيا انت واش تيه ملكي اللي تسحر راسك مريحه في الدار كتشربو في الحريره، راه قهوه هذه خاصك تشربو بالجغمه بالجغمه، باش كل جغمه ديري فيها ساعه، باش يلا تجيبي معاها في الاخر ديال الماتش، ماشي انت وتحطيها كتشربو في الماء. بسم الله الرحمن الرحيم، حليق مرا بوكره
راه عنده واحد التفكير عوج، راه عنده واحد العقليه عوجه، وراه تتنوى بزاف. والله العظيم الا راه كتخربقني انا غندير واحد البلان واعر زوين. انا ان شاء الله نفيق الصباح بكري، غادي نوض نمشي للجامع نصلي الصبح، واخا انا ما كنصليش، غير غندير راسي غادي نمشي نصلي، نخرج من تما ما نرجعش، وغادي نمشي نشد انايا الترونسبور ولا غنشد شي تاكسي ولا شي كار، وغادي نمشي نلقى على شي بلاصه بعيده. او تما هي تفرج على خاطري ما تعرفني فين، طرال نوصل القهوة تبدا تصوني 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 تصوني، سر 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 سر، مالنا لا لا مالنا، واش انا على المزوج؟ واش انا تكون شي حد تصوني لي الو فينك انت؟ فين جالس مع من؟ واش بغيتي زيزة؟ بغيتي رديعة؟ باغا البزولة؟ واش شي دركة صغيرة؟ اش بينو بينك انا تعيط ليا؟ اش بينو بينك تجي عندي؟ اش بينو بينك انا باغي نخرج من الدار؟ انا باغي نطج من الدار، العافية شاعلة في الدار. ثم درك خاصكم تفهموا واحد القضية، ملي قبل ما نتزوج بحالي ما كنت كنطرح واحد السؤال، كنقول تمعت من الرجالة كل قاعد جالسين في القهوة واش ما عندهمش ديورهم، كتلقاهم نهار الحد جالسين في القهوة، نهار الحد خاصو يمشي للدار، لا هو خاصو مع السبعة الصباح يكون في القهوة، القهوة عامرين. ملي كتسول علاش وملي كتعرف علاش تا تزوجت وفهمت مع التجربة الزواج راه بشكل دوقني دا دوقني يا صاحبي، وفهم فهم فهم معنا في الكلينة. العيالات راه فيهم العافية، راه فيهم الصداع، راه فيهم النكوير، فين غادخل؟ تدخل الحرب؟ تدخل الحرب؟ لا بعد طج داك الشيء علاش من الرجالة كيطجوا كيمشيو للقهاوي. المهم الموضوع ديالنا هنا ماشي هو القهاوي والرجالة وهداك الشيء والعي، الموضوع ديالنا راه ماشي هو القهاوي وهو الرجاله والعيالات والصداع والمشاكل والمخاصمات، حتى هادشي كاين مفروغ منه. دروك حنا المرش بحال هذا العظيم فالهضره بزاف يا عزيزي، لا تدوي. علاش؟ لان المراه كتكون في الدار فهمتيني كتشارج مزيان، ملي كتجي عند الراجل كتبغي هي ما تعياش من الهضره، لا لا هي كتعيا غير من الكور ديالها الجسد ديالها، ولكن الصوت ديالها والانرجي ديالها الداخليه والطاقه الداخليه اللي ما تعياش. راه سبحان الله العظيم راني كنت في واحد الجماعه، هاي مشيت نسايب واحد الوراق وبانت لي واحد المده فكتضغط تمشي وتجي تمشي وتجي تمشي وتجي وتنور هذا، وتقول واش هي كدير شي خدمه، والو كتمشي وتجي تمشي وتجي. سبحان الله العظيم ما تقير فين ما تمشي تلقى، سبحان الله العظيم تمشي الاداره تلقى، تدخل الدار تلقى يا ربي السلامه. لهذا انا ان شاء الله قررت وقرارا حكوميا ضمنيا، انا ان شاء الله ملي نبغي نخرج من الدار غادي نخرج سكوتي، ما غنقول لها فين غادي، ما غنقول لها. راه دوكا اللي زوين في الامر ان هي راه ما عارفاش باللي الكوره غتكون غدا ان شاء الله الخميس، ما بغيتش نقولها لها حيت الا مشات سمعتها راه ودي راه ما غتخليش نتفرج على خاطري. والله الله الله ودي المغرب ان شاء الله يربح، الله 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 يربح ان شاء الله، يربح لينا كندا ان شاء الله، الا ربح لينا كندا راه حنا غادي نفوزوا، قولوا امين. يا ربي يربح يا ربي يربح، راه حنا عندنا واحد المدرب زوين وعندنا اللعابه زوينه زوينين وعندنا الطاقم زوين، نتمنوا 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 ان شاء الله يربحوا. الا ربحوا ان شاء الله غادي نكونوا كاملين فرحانين، والفرحه وحده غادا تجمعنا. والمهم دوزو بخير، غادي نوض نمشي يلاه يلاه نمشي للقهوة باش نبات فيها، باش الصباح نشد البلاصة ديالي للعود لقاها عامرة. حيدو عليا دوزو بخير، ديروا لينا لايك وديروا لينا كومونتير وبارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو.